صباح الخير، صباح النور. الساعة 9 وهلا عم باخذ قهوتي بعد ما تحممت، عملت ماي بودي كير، السكين كير تبعي، واليوم حشوفيكم انا كيف حاعمل لوكين، لوك النهار تبعي مع الاوتفيت وكامل، وبعدين حنقله للوك الليل مع الاوتفيت. التركيز اليوم حيكون على الحمرة لانه في لانش جديد من ميك اب فور ايفر اللي هو روج ارتست. بدي اشوفيكم قد الحمرة بتلعب دور باللوكات، وحتى كيف فيكم تقلبوا اللوك من نهار لليل. فحتكونوا عم تقضوا نهار معي، عم تشوفوا الستايل تبعي، وبنفس الوقت حنعمل ميك اب سوا. تو لوكس. I'm having my coffee in my birthday mug. سو هيدا لوك النهار، كل التفاصيل حتكون بالديسكريبشن بوكس. سو روج ارتست هو الليتست ليبستيك لانش من ميك اب فور ايفر، بيجوا ب60 لون والتكشر تبعتهم تجي سيمي مات، يعني المطفي اللي بيرتب، وبضاين لفتره كتير طويله، وكمان الالوان تبعتها بتعقده قوي كتير. هلا حشوفيكم لوك النهار تبعي لليوم، ومعه تشوفوا 6 ألوان أنا ممكن ألبسهم بنهار من أصل 60، وبعدين حشوفيكم 6 اللي بلبسهم ممكن بالليل باللوك الليلي. فأول شي حبلش فيه هو البرايمر اللي بيرطب من ميك اب فور ايفر، حاستعمله كمرطب وكبرايمر بنفس الوقت. الفاونديشن حيكون ريبوت باللون ميدارو 45. الحلو بهالفاونديشن انه ببين كتير طبيعي وبيحارب كل علامات التعب على الوش، فبيخليني مبين لوكينج فريش وكله، وبضاين كمان لفتره طويله. وعم بزبط بيوتي بلندر مع ميست اند فيكس لانه هذا الشيء بيساعد انه يضاين لفتره قصة اطول. حاستعمل هيدي الباليت تو هايلايت ماي فيس وككونسيلر وبرايمر للعين بنفس الوقت. والحواجب عم استعمل رقم 3 من اكوا براو. One of my favorite steps بالميكاب هي البرونزر، فعم بستعمل البرونز فيوجن. I think this one is discontinued، وعم بزوق على كل الوش to bronze my face. البلاش حأخلط فيه لونين من this blush creamy palette، ونقيت اللونين اللي بيجوا على peachy، وعلى هن ححط الأكوا ريزيست باللون sunrise. هذا اللون بيعقد للمكياج اليومي، بيجي كتير طبيعي وبيعطي لمعة كتير حلوة ونضيفة على العين. حأرجع للبرونزر حطه على كريس لحتى أعطي شوية عبق ودفنيشن بالعين، وهلأ صار وقت المسكارا. كل أسامي البرودكت حيكونوا مذكورين بالدسكريبشن بوكس، وهيدا هو مكياج العين. وهلأ صار وقت الهايلايت، وذاتس إت للوك النهار. هذا اللوك اللي يجي بعتمده، أحيانا بحط أيلانر أحيانا لا. وهيدا لوك النهار، وهلا حتشوفوا الوان الستة يلي نقيتها لهيدا اللوك. هلا صار وقت اني اقلب اللوك للوك ليلي، بس كمان بشكل كتير ناعم. اول ستيب هو حتكون الايلانر الكات اي اللي دايما انا بعمله، وبقلب العين حاستعمل كمان الاكوا ريزيست بس باللون كاربون اللي هو اللون الاسود العابق. وهلا صار وقت اغير ماي اوتفيت. اللوك كتير بسيط مثل ما شايفين، وهيدا ماي نايت لوك.
بتلاقوا كمان كل تفاصيله بالديسكريبشن بوكس. Now let's watch the lipsticks تبعون الليل. فقررت اني اخلي الكلاسيك ريد للوك اليوم لوك الليل سنس لبسي شي كتير سمبل اليوم ف that's it guys I hope you liked this video I hope you enjoyed هذا النوع من الفيديوز let me know in the comment اذا بتكون تشوفوا اساس اكتر من هذا الستيل and thank you so much for watching bye